وسهلا فيكم، معكم سارة النجار، واليوم الجزء الثاني من قاعدة الجنيتيف. اللي مو شاف الجزء الأول ضروري يروح يشوفه حتى تقدر تفهم الجزء الثاني. ماسكولينه und neutrale نومن mit S und ES. الأسماء المذكرة والمحايدة مع S و ES، يعني إمتى منضيف للأسماء المذكرة والمحايدة S أو ES. هلأ أنا شرحتهم بالدرس السابق، بس هون إعادة سريعة بالألماني. Das Nomen mehrere Silben hat، يعني عند اللي بيكون للاسم mehrere Silben أكثر من مقطع. Eine Silbe يعني مقطع. Hat مثلا das Auto صارت des Autos، أكثر من مقطع Auto. Auto تحس إنك ما لفظتها بشكل direkt، بشكل مباشر. Des Büros، des Büros هي das Büro صارت بيرو، بتحسها مقطعين فضفنا الكلمة S وتحولت الداس إلى دس. طبعا فقط الأسماء المذكرة والمحايدة منضف لهم، الأسماء المؤنثة والجمع ما منضيف شيء. minus photos، minus photos صورتي. داس فوتو، فوتو مؤلف من مقطعين ضفنا له S. der König صارت des Königs، Königs. Des Studiums. Des Studiums. Seines Vaters. Seines Vaters. Das Nomen auf ein unbetontes E, EL, ER, EN, Chen, Lein und Ling endet. عند اللي بتنتهي الكلمة بهن، عندما تكون غير يعني غير مشددة، انتهت بهالنهايات فمنضف لها S. احفظوا هالنهايات إذا انتهت فيهم الكلمة فلازم نضيف لهم S. der Braten الشواء صارت des Braten، des Bratens. ضفنا الكلمة S لأنه انتهت باللاحقة من هدول اللاحقات، انتهت ب AN. des Jünglings، des Jünglings، des Jünglings. هالكلمة شوي معناها الغلام أو الصبي الفتى. Des Mädchens، des Mädchens أكثر من مقطع وانتهت بهدول النهايات chen فضفنا للكلمة S. Mädchens حتى يعني بتلاحظ إن هي أكثر من مقطع. هلأ كمان عندك Mädel، Mädel كمان هي بتجي بمعنى الفتاة. Das Mädel الفتاة، بتصير des Mädels، انتهت ب AL ضفنا للكلمة S. der Muskel، der Muskel العضلة، فصارت des Muskels. حتى يعني لو ما حفظت هذا إنه إذا انتهى ب A أو ب A L أو ب A R، Muskel، 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 تلاحظ إنه في هون عند ال S ابتدى المقطع الثاني. der Vogel، der Vogel انتهى ب A L، ضفنا الكلمة S وال der تحولت إلى des. الصورة اللي بعدها. im Genitiv wird ein es angehängt, wenn das Nomen nur eine Silbe hat. يعني في المضاف إليه يضاف أو es عندما تمتلك الكلمة مقطع صوتي واحد، مقطع واحد. das Bild صارت des Bildes، Bild، Bild. مرة هيك ديغيك مباشرة لفظتها، ما وقفت وكملت المقطع الثاني، صارت des Bildes. Das Jahr السنة صارت des Jahres. Das Kind des Kindes طبعا طفل. Der Mann eines Mannes، eines Mannes، Mann، Mann هيك سرع يعني مقطع واحد ما عنده أكثر من مقطع. Meines Sohnes der Sohn، Sohn، Sohn مقطع واحد ضفنا له es. Eines Tages هلا eines Tages على فكرة ترجمتها معناتها يوما ما أو في أحد الأيام. Eines Tages war einmal ein kleines Mädchen. هدول دائما هيك القصص هيك بتبلش. Der Tag صارت بالunbestimmte Artikel eines وضفنا للكلمة es. Ausnahmen باستثناء des Chefs des Films. Des Chefs Chefs des Films. هدول يعني باستثناء هي chef مقطع صوتي واحد ولكن منضف له فقط es. ما منضف له es. Film فيلم مقطع صوتي واحد ولكن ضفنا له S. ما في قاعدة باستثناء هيك. Das Nomen هيك.
The snowman of S S S S Z T Z Z T X أو دا Z endet. يعني عند اللي بتنتهي الكلمة بهدول المقاطع هدول الأحرف فمنضيف للكلمة AS مثل minus Arztes minus Arztes ته بت ستة ضفنا لها AS داينس هي دا أرتس طبيب داينس جلاسس دا جلاس بتجي بمعنى إما زجاج أو كأس جلاس انتهت ب S فمنضيف لها كلمة AS دا بلاتس المكان تحولت الداء إلى ديس وضفنا للكلمة AS ليش؟ لأنه انتهت باللاحقة تيت ست ديس غفلكس داء غفلكس الانعكاس داء غفلكس الانعكاس انتهت بـ X لاحظ هون انتهت بـ X فضفنا للكلمة AS داء شلوس النهاية انتهت بـ SS طبعا هون شعف SS هون SS شلوس فضفنا للكلمة AS طيب نجي على الأمثلة. Die kleine Tochter des Zahnarztes weigert sich strikt, eine Zahnspange zu tragen, obwohl sie schiefe Zähne hat. ابنة طبيب الأسنان الصغير. Der Zahnarzt انتهى بالZ T. مثل ما قلنا بالصورة الأولى إذا انتهت الكلمة بتست تي نضيف للكلمة AS تعالوا نشوفها هون انتهت بتست تي حتى نفس المثال فنضيف للكلمة AS طيب ده تحول لديس وضفنا للكلمة AS weigert sich strikt الفعل sich weigern sich weigern ويعني رفض أو أبى اشتريت بح يعني بحزامة بصران يعني ما بده وبقوة اشتريت حازم بحازم بحزامة أو بصرامة أنا تسان شبانج تقويم أسنان تتغاغن لتحط obwohl sie schiefe Zähne hat على الرغم من أنها تمتلك ميل في أسنانها دي schiefe ميل ده تسان سن دي تسين أسنان obwohl تسحب الفعل لنهاية الجملة ويصرف حسب الفاعل من هو الفاعل زي زي هات اوكي يعني ابنة طبيب الاسنان الصغيرة رفضت وبشدة ان تضع تقويم اسنان على الرغم من انها تمتلك ميل في اسنانها Am Ende des Monats haben viele Menschen Schulden auf ihren Bankkonten في نهاية الشهر يمتلكون الكثير من الناس ديون في حساباتهم المصرفية أو بالبنك. Am Ende في النهاية. Das Ende النهاية. Am Ende. Des Monats. Der Monat الشهر صار بالجينيتيف des. وضفنا الكلمة S لأنه مؤلف من أكثر من مقطع صوتي. Haben يمتلكون إلنا Schulden die Schulden الديون. Okay. Auf ihren Bankkonten. في حساباتهم المصرفية. بحساباتهم بالبنك. فعموما انتبهوا انتم هالشغلة انه ما تخلوا وقت تكونوا بالمينوس عند البنك يعني يكون ناقص يعني ما عندكم رصيد واخذين من البنك فبتدفعوا انتم رسوم تنزنة فهي اسمها هي بتدفعوا رسوم عالية فاقل شيء خلوا بحسابكم البنك 20 يورو حتى ما تدفعوا رسوم Das ist das Ergebnis meiner jahrelangen Arbeit Das ist das Ergebnis meiner jahrelangen Arbeit هذه نتيجة عملي لدام لسنوات طويلة. دي أبايت صار بالجينيتيف ماينا. طبعا ماينا أينا زاينا كاينا هدول البوزيتيف برونومن يعاملوا نفس المعاملة. عموما انت خلي الماي اذا حطيت الاين نفس الشيء. اوكي طبعا هون عم تحدد انه عملها عملي عم توصف الملكية يعني عم ملكية صار. Der Schnitt ihres neuen Kleids gefällt mir sehr gut. Der Schnitt القصة ihres neuen Kleid هلا هون بتجي بمعنى قصة فستانها قصة فستانها هون الإي بحرف صغير فنعرف إنه هاء الغائب أما لو كانت حرف كبير فنقول قصة فستان وحضرتك فهون حرف صغير معناتها
انه هي ها الغائب الا داس جلاد ايغس اينس زاينس طبعا ما بصير زاينس شاب صفة دائما بتضيف لها اي ان كلايتس جفيلت ميا زيها جود اعجبني وبشدة اوكي فنروح على الصورة اللي بعدها طبعا هون الحالات استثنائية Wie ist das Befinden des neuen Patienten? كيف حال المريض الجديد؟ كيف حال المريض الجديد؟ Das Befinden حال، أوكي؟ أو بيجي بمعنى أيضا سلوك. Wie ist das Befinden des neuen Patienten? Der Patient ويعني مريض. تحول بالجينيتيف إلى des. الصفة دائما بالجينيتيف بتضيف لها an. كل كلمة هون احفظ هالقاعدة وركز معي منيح كل كلمة تنتهي ب a n t a n t والارتيكل لها der فتضيف للكلمة بالجينيتيف a n كل كلمة تنتهي ب a n t والارتيكل لها der فنضيف للكلمة a n مثل der patient صارت des patienten طبعا إذا أنت جيت لجمع المريض der patient جمع دي باتسينتن جمع المريض المرضى دي باتسينتن der absolvent der absolvent جمعها دي absolventen فانت بالجينيتيف بتحط الكلمه بالجمع وبتغير الارتيكل طبعا انت هي بيشرحوها انه بتحول بس بتضيف للكلمه اي ان بس هي اذا جيت انت لجمع الخريج هلا der absolvent ويعني الخريج der patient المريض der assistent المساعد او المعاون انتهت الكلمه ب اي ان تي ضيف للكلمه اي ان انتهت الكلمه ب اي ان تي الارتيكل الى der ضفنا الكلمه اي ان طبعا بالجينيتيف فقط انتهت الكلمه ب اي ان تي ارتيكل الى der der بتحول ل des وبتضيف للكلمة an يعني مثل هون wie ist das befinden des neuen patienten الحالة الثانية das haus des jungen alex wurde nach dem tragischen tod ihrer frau sofort verkauft da es nicht ertragen konnte dort alleine zu leben يعني منزله الشاب أليكس منزل الشاب أليكس der junge كل كلمة تنتهي ب a مثل der junge der kunde تهت ب a لونت بالأخضر هون محل الماوس والارتيكل إلى der فبتضيف لكلمة فقط n تهت الكلمة ب a والارتيكل إلى der بتضيف لكلمة n صارت der بتصير des وبضيف لها كلمة فقط إن يعني بس هدول حالتين الشاذات القاعدة سهلة جدا إذا شفتوا الدرس كذا مرة ودونتوا القواعد عندكم على الدفتر تنحفظ معكم بنص ساعة يعني كترت أفكار وطبعا خلصنا تقريبا 25% من القاعدة فأسا في أحرف الجر اللي بيجوا مع الجينيتيف والأفعال والصفات وبدي أشرحهم لو إنه مستوى يعني أصعب من البي آيز أليكس فورد نخدم تود نخدم دراجيشن تود ihre Frau sofort verkauft. Wurde verkauft, ابتاع, يعني انباع المنزل, nach dem tragischen Tod, بعد الموت المحزن, المأساوي. Der Tod صارت dem, وبنضيف للصفة an, لأنه في داتيف, كيف عرفنا في داتيف, النخ هو حرف جر بيجي بعده داتيف. Der Tod صار dem, وضفنا للصفة an. Nach dem Tod ihrer Frau. دي فراو صارت بالجينيتيف إيغا قلنا دائما الدي بتحول بالجينيتيف إلى der دي der sofort حالا verkauft انباع دا تساوي الفايل دا تساوي الفايل هلا دا بتجي بمعنى هون أوكي بس أيضا تساوي الفايل دا es nicht ertragen konnte لأنه لم يستطع أن يستحمل أو أن يصبر فايل سحبت الفعل لنهاية الجملة هو مودال فيرب هون فصار الشغل بالعكس المودال فيرب راح لنهاية الجملة والفعل اللي قبله صار بالمصدر طبعا اتراج معناتها صبر او احتمل فما بقى يقدر يستحمل كنت هي المودال فيرب كنن ولكن بالبريتيريتوم شرحته هناك الاين تو ليبن دوت الاين تو ليبن بان يعيش وحيدا هناك دوت الاين تو ليبن الاين وحيد تو ليبن اللي عايش هناك يعني منزل الشاب أليكس انباع بعد موت امرأته
بعد الموت المأساوي لمارتو لأنه لم يستطع أن يستحمل بأن يعيش هناك أو بالعيش هناك. أوكي، وخلص درسنا اليوم. لا تنسوا تشاركوا الدروس للأشخاص المهتمة بدراسة اللغة الألمانية، وأيضا لا تنسوا الاشتراك بالقناة، وإن شاء الله بشوفكم بألف خير يا رب بدروس جاية. سلام.